ميادة صبر، آداب إعلام، شعبة صحافة، جامعة حلوان. تشتغلي؟ حاليا لأ. طيب ممكن بقى تحكي لنا عنك وعن تجربتك، انت ازاي وصلتي لانك تكوني خريجة آداب صحافة قسم إعلام؟ هو عادي يعني، هو ده كان حلمي من زمان فترة كبيرة قوي، لان انا بحب الكتابة جدا، وكانت حاجة يعني كانت حاجة مهمة جدا بالنسبة لي اللغة العربية، وبحب مادة العربي قوي، ف ده اللي خلاني ان انا يعني اذاكر كويس واجتهد في الثانوية العامة عشان خاطر يعني ادخل الكلية اللي انا حباها والقسم اللي انا حباه، وحصل بالفعل. طب النهارده مع اصدار جديد اخبار اليوم لاصدار برايل المحفوظين، شايفه ايه اللي ممكن تحققيه من خلال هذا الاسبوع؟ يعني ان شاء الله باذن الله نحقق فكره الدمج، ما يبقاش في حاجه اسمها ان دي بتخاطب المكروبين بس، خصوصا ان يعني انا انبسطت جدا لما عرفت ان اللي احنا هنكتبه ده هيكون ان شاء الله في جريده الاخبار، ده هنثبت من خلاله ان احنا نقدر نعمل اي حاجه، نكتب مقالات، تحقيقات، تقارير، اخبار، فاتمنى ان الرساله دي توصل. طب ايه اكتر ماده صحفيه انت بتحبي تكتبي فيها؟ الفنون، الصحافه الفنيه، لان انا اصلا ميولي موسيقيه جدا، وبلحن يعني وبكتب شعر وحاجات كده، ف دي اهتماماتي يعني، شايفه ان هو واكيد بحب اكتب حاجات تانية كتير يعني زي الادب والسياسه، لكن الفن هو الاساس بالنسبه لي. على المستوى الشخصي ايه اللي انت بتتمنيه؟ اتمنى في يوم من الايام ان انا يعني اكون من اشهر الصحفيين في الوطن العربي. مهلا سليمان، كلميني بقى عن شعورك باصدار مجله اخبار برايل من مؤسسه اخبار اليوم. هو بصراحه كان خبر جميل جدا يعني، احنا حتى لما قريناه من يعني ان مؤسسه زي اخبار اليوم مؤسسه كبيره وليها اسمها وعملت حاجه زي كده، طبعا كان حاجه جميله جدا، لان هو ده الاهتمام الحقيقي، مش الاهتمام بس مجرد الشكلي ان انا اهتم مثلا بذوي الاعاقه او ذوي الاعاقه البصريه خصوصا، لكن هم عملوا حاجه حقيقيه يعني، حاولوا ان هم يخاطبوا جزئيه احتياج معين، ان مثلا الشخص الكفيف مثلا في مواصله في البيت عايز يقرا، طبعا دلوقتي الكمبيوتر والانترنت، بس برضه لسه القراءه عن طريق الصحافه الورقيه ليها الرونق بتاعها وليها الشعور بتاعها، ان الواحد لا يقدر ان هو اكيد هتفرق كتير قوي قوي بالنسبه لكل كفيف ان هو يقرا فعلا ماده، وكفايه ان يقدمها مؤسسه كبيره زي مؤسسه اخبار اليوم. على المستوى الشخصي تتمنى ايه؟ على المستوى الشخصي يعني طبعا اتمنى ان انا يعني اتعلم اكتر من اساتذتي هنا في اخبار اليوم، وان انا يعني يبقى ليا مستقبل كويس في الصحافه، واني انا اكبر مع المجله دي. مينا اسعد، كانت تجربه مهمه جدا وتجربه جديده وجريئه انه يبقى عدد او اصدار خاص ومستقل من المكفين هم يعني بيعملوا تحقيقات وبيكتبوا الاخبار وهم مسؤولين عن المجله، فدي حاجه مهمه جدا، واتمنى ان الموضوع ما يبقاش برضو فكره من والى، لانه كمان حاجه مهمه جدا انه الاخبار او الحاجات اللي هتنشر مش بس هتنشر في اصدار اخبار برايل، هتصدر كمان في اصدارات جريده الاخبار، فدي حاجه مهمه جدا، مش بس المقفين اللي هيقروا بما انها جريده برايل، لا لكن كمان كل الناس من خلال يعني جريده الاخبار، فدي حاجه مهمه جدا وحاجه بسطتني جدا عن نفسي. ايه الهدف اللي انت نفسك تحققه من خلال هذا الاسبوع؟ اوري بس انه ما فيش فرق يعني بالنسبه للمجال الاعلامي او المجال الصحفي، ما فيش فرق خالص، احنا بنكتب تقارير، بنعمل تحقيقات عن حاجات مهمه، كمان انه يكون في مجله برضو برايل للمقفين، دي حاجه مهمه جدا، واتمنى ان احنا من خلال الاصدارات نشبه حاجة الناس يعني، نكتب في المواضيع والحاجات اللي هم نفسهم يقروها. دي حاجة كويسة جدا طبعا، لأن المكفوفين زيهم زي أي حد في البلد، بيحب يقرا، بيحب يعرف الأخبار، بيحب يقرا تحقيقات أو تقارير، فكون إن تتوفر له حاجة بطريقة برايل، الطريقة اللي هو بيقرا بيها أو بيتعامل بيها مع العالم الخارجي، فدي حاجة كويسة جدا ليهم. أنت على مستوى الشخصي أتمنى إن شاء الله إن المجلة ديت يعني توصل للهدف اللي هي طلعت علشانه، اللي هي توصل لكل كفيف موجود في مصر وخارج مصر كمان، يقدر يتثقف منها، يقدر يعرف اخبار بلده، يعرف يكسب منها معلومه. شكرا.